ينضم إلينا من هناك مراسل العربي أحمد جرادات. أحمد، دعنا أكثر في التفاصيل، ما الذي يجري؟ صفارات الإنذار تدوي بشكل كبير وفي مناطق واسعة في الجليل الأعلى. نعم، يعني بالفعل وفقا لصحيفة دعوت أهرنوت فإن حوالي 3000 دونم احترقت بفعل الصواريخ التي أطلقت منذ صباح هذا اليوم نحو الجليل الأعلى ونحو طبرية. غالبية هذه الدونمات احترقت في محيط منطقة جبل الجرمق ميرون وقرب القاعدة العسكرية الإسرائيلية، وأيضا في مناطق عدة في الجليل الأعلى. تم السيطرة تقريبا على غالبية الحرائق وفقا لهيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، ولكن بحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن الحديث يدور عن تعريض عدد من المواقع الاستراتيجية الإسرائيلية للخطر بفعل هذه الحرائق دون أن تسميها يدعوت أهرنوت ودون أن تتحدث عن مزيد من هذه التفاصيل. في الفترة الماضية أيضا آلاف الدنومات احترقت في منطقة كريات شمون بعد أن اندلع حريق لأكثر من 24 ساعة بفعل الصواريخ، ولكن هذا اليوم نتحدث عن رشقات صاروخية كبيرة أطلقت نحو صفد ومحيطها ونحو طبرية كمدينة ونحو وأيضا بحيرة طبرية، إضافة إلى صواريخ لم تتوقف نحو الجليل الغربي ومناطق أخرى في الجليل الأعلى. ولكن في الساعات الأخيرة بعد ظهر هذا اليوم عادت الاستهدافات التي ينفذها حزب الله إلى ما كانت في الفترة الماضية، بمعنى أنه عاد الاستهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية الحدودية القريبة من الحدود والتي تقع ضمن المنطقة العازلة التي أخلتها إسرائيل مجبرة بعد هذا التوتر على الحدود الشمالية، بمعنى أنه استهدف منطقة شتولة، والحديث عن رصد لعدة صواريخ أطلقت نحو هذه المنطقة الحدودية، رصد لعدة صواريخ سقطت في محيط زرعيت في الجليل الغربي، إضافة إلى حديث عن سقوط لعدد من الصواريخ على مقربة من الحدود في الجليل الأعلى، واعتراض عدة مسيرات حاولت التسلل من الحدود نحو الجليل الأعلى. أيضا في الساعة الأخيرة تم تفعيل القبة الحديدية في منطقة صفد في مدينة صفد دون تفعيل صافرات الإنذار. ليس واضحا بعد طبيعة الحدث، ولكن هناك من يقول بأن القبة الحديدية فعلت بعد تشخيص خاطئ، وهناك من يقول بأن هناك اعتراض حدث في المدينة. ربما لا تكون المدينة كصفد هي المستهدفة، ولكن عادة ما يتم الاستعانة ببطاريات القبة الحديدية الموجودة في داخل المدينة والتي تطلق الصواريخ نحو الأهداف. فمثلا بالأمس عندما تم استهداف هضبة الجولان تم استخدام القبة الحديدية الموجودة في صفد، وشاهد سكان المدينة الصواريخ وهي تنطلق من تلك المدينة. وعليه نتحدث عن حرائق تم السيطرة على أغلبيتها بعد عمل يعني عدة ساعات منذ ساعات الصباح الباكر. اضطرت إسرائيل إلى إغلاق طريقين رئيسيين، الأول طريق 85 الذي يربط ما بين طبرية وعكا ولعدة ساعات، والطريق الثاني طريق 89 الذي يقع في محيط جبل الجرمق في ميرون التي لا تبعد كثيرا عن مدينة صفد في الجليل الأعلى.